بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في المحاضرة بتاعتنا 15 هنتكلم على موضوع جديد من موضوعات المحاسبة، وهو بيتكلم الموضوع دوت على المحاسبة عن عمليات البضاعة في المنشآت التجارية. وطبعا احنا اتكلمنا عن المنشآت الخدمية في المحاضرات السابقة. في المحاضرة بتاعت النهاردة والمحاضرات اللي جاية هنركز على المنشآت التجارية. وطبعا زي ما احنا عارفين ان المنشأة التجارية بتقوم بشراء البضاعة وإعادة بيع البضاعة كما هي. عشان كده هنلاقي في المنشأة التجارية عمليات المشتريات والمبيعات. يبقى نرجع كده مع بعض ونشوف ايه الموضوعات بتاعتنا في المنشأة التجارية. هنتكلم على العمليات المتعلقة بالمشتريات، وازاي احدد صافي المشتريات وتحديد تكلفة البضاعة المباعة، والعمليات المتعلقة بالمبيعات وازاي احدد صافي المبيعات، وفي النهاية عايزين نعد القوائم المالية لقيمة الدخل وقيمة المركز المالي في المنشأة التجارية. طبعا في البداية نرجع للموضوعات بتاعتنا السابقة، هنلاقي ان احنا كنا بنركز في الموضوعات السابقة على اجراءات الدورة المحاسبية في المنشآت الخدمية، زي المنشأة اللي هي بتقوم بإصلاح وصيانة السيارات، شحن البضائع، أي منشأة بتقدم خدمات زي مثلا منشأة الدعاية والإعلان بتقدم خدمات للغير، الهدف هو تحقيق الربح. يعني معنى كده مصدر الإيراد الوحيد لهذه المنشآت هو تأدية الخدمات، إيراد تأدية الخدمات. أما موضوعنا في المحاضرة هو بيتكلم على إجراءات الدورة المحاسبية ولكن في المنشآت التجارية. وطبعا المنشأة التجارية هي التي تقوم بشراء وبيع البضائع بغرض تحقيق الربح، وطبعا المنشأة الخدمية والمنشأة التجارية الاثنين هدفهم هو الربح، ولكن المنشأة التجارية بتشتري بضاعة وتقوم بإعادة بيع البضاعة بهدف الربح. تعالوا كده نبدأ مع بعض. النقطة الأولى في المنشآت التجارية وهي العمليات المتعلقة بالمشتريات. عايزين الأول نعرف يعني إيه مشتريات. المشتريات هي عبارة عن ثمن البضاعة التي تشتريها المنشأة بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح. يبقى المشتريات هي عبارة عن البضاعة اللي أنا بشتريها بغرض إعادة بيعها مرة أخرى، وبيستخدم حساب اسمه حساب المشتريات. وعايزين نأكد على حاجة مهمة جدا، إن الحساب ده مرتبط بشراء البضاعة، والذي يعد من حسابات المصروفات. يعني حساب المشتريات
ده بيعتبر من حسابات المصروفات. ولمعالجة العمليات المتعلقة بالمشتريات من البضاعة يبقى نقدر نقول بيستخدم حساب المشتريات. وطبيعة الحساب ده احنا قلنا عليه ايه؟ مصروف. والمصروف طبيعته ايه؟ المصروف طبيعته مدين. يبقى نقدر نقول انه حساب المشتريات مدين. وحساب المشتريات دايما رصيده لازم يكون مدين. يمكن احنا اكدنا على النقطة دي لما جينا اتكلمنا على الحسابات، وقلنا انه الحساب لما يكون طبيعته مدين يبقى لازم يكون رصيده مدين، والحساب اللي طبيعته دائن لازم يكون رصيده دائن. واحنا اتفقنا هنا انه حساب المشتريات مصروفات، والمصروفات طبيعتها ايه؟ طبيعتها مدين، ولابد يكون رصيد حساب المشتريات مدين. ازاي نسجل المشتريات في دفاتر المشتري؟ طبعا احنا ممكن نقول انه عملية الشراء ممكن تتم نقدا، يعني ادفع ثمن البضاعة اللي انا بشتريها يا اما عن طريق النقدية بالصندوق او بالبنك، او ان انا اشتري البضاعة على الحساب. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي بثبت المشتريات النقدية. طبعا لما اجي اشتري بضاعة يبقى انا هستخدم حساب اسمه حساب الايه؟ حساب المشتريات. واحنا اتفقنا ان المشتريات من البضاعة يعني مصروفات مدين، يبقى دايما هيظهر حساب المشتريات في الجانب المدين للقيد. طيب انا هدفع ثمن المشتريات ديت عن طريق النقدية، سواء كانت النقدية بالصندوق او البنك، يبقى حساب النقدية بالصندوق او البنك هيحصل فيه نقص. واحنا عارفين انه النقدية بالصندوق والبنك طبيعته ايه؟ طبيعته مدين، ولما ينقص يظهر في الجانب الدائن. يبقى لما اجي اشتري بضاعة وادفع ثمنها عن طريق النقدية بالصندوق او البنك يبقى حساب المشتريات مدين، دايما يظهر في الجانب الايه؟ المدين. وحساب النقدية بالصندوق او البنك في الجانب الدائن. القيد دوت هو اثبات المشتريات النقدية. طب انا لو اشتريت البضاعة ديت بالاجل على الحساب، يبقى لما اجي اشتري البضاعة بقول حساب المشتريات، واتفقنا انه حساب المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته مدين، هيظهر في الجانب المدين. طب قيمة البضاعة ديت انا هدفع ثمنها بعد فترة، يبقى معنى كده المبلغ دوت بيعتبر دين على المنشأة للغير. ولما اجي اقول دين على المنشأة للغير يعني بستخدم حساب اسمه ايه؟ حساب الدائنين. يبقى حساب الدائنين ده يعتبر دين على المنشأة للغير. وانا لما اشتغل بضاعة يبقى حساب الدائنين يحصل فيه زيادة، والزيادة في الدائنين طبيعتها ايه؟ دائن. يبقى نقدر نقول القيد دوت هو عبارة عن اثبات المشتريات الاجلة او على الحساب. يبقى نقدر نقول لما اجي اثبت المشتريات سواء كانت نقدية او على الحساب، حساب المشتريات في الجانب المدين اهو.
اشتريت نقدا يبقى حساب النقدية بالصندوق أو البنك في الجانب الدائن. اشتريت على الحساب يبقى حساب الدائنين في الجانب الدائن. في ملحوظة هنا مهمة جدا، مشتريات المنشأة من الأصول الثابتة، وهي الأصول التي تشتريها المنشأة بغرض استخدامها في مزاولة نشاطها وليس بغرض إعادة بيعها، زي السيارات والآلات والمباني والأراضي. هذه المشتريات من الأصول الثابتة لا تدخل ضمن حساب المشتريات. ليه؟ لأن احنا اتفقنا وقلنا انه حساب المشتريات هو الحساب دوت يسجل عند شراء بضاعة. يعني لما اجي اشتري اصول ثابتة، سيارات، الات، مباني، بتضاف الاصول ديت، السيارات والالات والمباني والاراضي، الى حسابات الاصول. يبقى حساب المشتريات ده معمول لشراء البضاعة. يبقى لما اجي اشتري بضاعة اقول حساب الايه؟ حساب المشتريات. لما اجي اشتري سيارات اقول حساب السيارات. اشتري الات، حساب الالات. مثال، في 10/5 قامت المنشأة بشراء اساس بمبلغ 100,000 ريال نقدا. طب قيد اليومية، طبعا انا اشتريت اساس، يعني اصول ثابتة، والاساس طبيعته ايه؟ طبيعته مدين، وفي حالة الشراء زاد، والاساس لما يزيد يظهر في الجانب المدين. يبقى حساب الاساس مدين، وحساب الصندوق في الجانب الدائن، لان انا دفعت القيمة نقدا. يبقى هنا بقى لما اجي اشتري اصول ثابتة، سيارات، الات، مباني، اراضي، اي اصول ثابتة، بكتب اسم الحساب اللي انا استخدمته. اما لما كنت بشتري بضاعة، في الحالة ديت بستخدم حساب المشتريات. تعالوا كده نشوف مع بعض النقطة التانية، بتتكلم على مردودات المشتريات. يبقى في عندي مشتريات، وفي عندي ايه؟ وفي عندي مردودات المشتريات. طبعا هو من حق اي واحد يشتري بضاعة انه لو لقى في البضاعة ديت عيوب يرجع البضاعة للبائع. هنا بقى بنتكلم على النقطة ديت اللي هي ايه؟ مردودات المشتريات. قد تقوم المنشأة بغض جزء من البضاعة المشترى الى الجهة البائعة، وذلك لتلفها او لوجود عيوب فيها او لعدم مطابقتها للمواصفات. يعني المشتري لما يلاقي في جزء من البضاعة اللي اشتراها عيوب او تلف او غير مطابقة للمواصفات، في الحالة دي لازم يرجع البضاعة. طب لما نيجي نرجع البضاعة اللي انا اشتريتها، هل هخفض قيمة المشتريات؟ احنا اتفقنا وقلنا ان المشتريات طبيعتها ايه؟ مدين، ورصيدها دايما هيكون ايه؟ مدين. يعني مش هيكون عندي حساب مشتريات في الجانب الايه؟ في الجانب الدائن. دايما هتكون المشتريات في الجانب
المدين. يبقى هنا بقى لما يكون عندي مردودات مشتريات، هي اي نعم المردودات هتخفض المشتريات، ولكن هعالج المردودات ديت، بفتح ليها حساب مستقل. الحساب ده اسمه ايه؟ حساب مردودات المشتريات. طيب مردودات المشتريات، طبيعة الحساب ده طبيعته دائن. ليه؟ لانه هيخفض قيمة المشتريات، واحنا عارفين المشتريات طبيعتها مدين، واللي هيخفض المشتريات يبقى طبيعته دائن، يبقى مردودات المشتريات طبيعتها دائن. وكمان لازم يكون رصيد حساب مردودات المشتريات دائن. يبقى نقدر نقول هنا انه المشتريات طبيعتها ايه؟ مدين، اما مردودات المشتريات طبيعتها دائن، دائما. طب تعالوا كده نسجل مع بعض مردودات المشتريات في دفاتر المشتري. طبعا بيتوقف تسجيل مردودات المشتريات على عملية الشراء. يعني احنا لو كنا اشترينا البضاعة نقدا ودفعت ثمنها نقدا، يبقى لما اجي ارجع البضاعة للبائع هيرجع لي قيمة البضاعة نقدا. يبقى هنقول هنا ايه؟ اثبات مردودات المشتريات النقدية. يعني انا لو اشتريت البضاعة نقدا وجيت رجعت جزء من البضاعة، البائع هيرجع لي جزء من قيمة البضاعة ديت. يبقى هيرجع لي نقدية يا اما بالصندوق او البنك. يبقى حساب النقدية بالصندوق او البنك هيزيد، هيظهر في الجانب المدين. طيب والمبلغ دوت اللي دخل حساب النقدية بالصندوق او البنك ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بضاعة انا غضتها للبائع. يعني مردودات ايه؟ يعني مردودات مشتريات. يبقى لما يجي اثبت مردودات المشتريات، طبعا انا عارف ان مردودات المشتريات طبيعتها ايه؟ دائم. يبقى لازم تظهر في الجانب الدائم. طب قيمة المردودات ديت انا خدتها نقدا، يبقى النقدية عندي زادت، تظهر في الجانب المدين. شرح القيد هو إثبات مردودات المشتريات النقدية. طيب إثبات مردودات المشتريات الآجلة معناها إيه؟ معناها إن أنا اشتريت بضاعة بالأجل ولقيت في البضاعة ديت عيوب، إيه اللي أنا هعمله؟ هرجع البضاعة ديت للبائع. طيب هل في الحالة ديت لما رجع البضاعة للبائع هيديني نقدية؟ طبعا لا، لان انا مشتري البضاعة ديت بالاجل. يبقى هنا في الحالة ديت لما اجي ارجع البضاعة هخفض الدين اللي عليا. وطبعا لما جيت اشتريت البضاعة استخدمت، لما جيت اشتريتها بالاجل استخدمت حساب الدائنين. طبعا لما اجي ارجع البضاعة للبائع هيحصل تخفيض لحساب الدائنين. يعني معنى كده الدين اللي عليا هيحصل فيه تخفيض. وطبعا حساب الدائنين احنا عارفين ان طبيعته دائن، ولما جيت اشتريت كان حساب الدائنين في الجانب الدائن. لما اجي ارجع جزء من البضاعة حساب الدائنين هينقص، الدين اللي عليا
هينقص، ولما ينقص الدين اللي عليا يظهر في الجانب المدين. طب المبلغ دوت اللي احنا خفضنا بيه حساب الدائنين ده ناتج عن ايه؟ ده ناتج عن مردودات مشتريات. واحنا عرفنا انه مردودات المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته دائن. يبقى نقدر نقول هنا انه مردودات المشتريات هتظهر دايما في الجانب الايه؟ في الجانب الدائن. وفي الجانب المدين لو انا رديت البضاعة وقبضت ثمنها نقدا يبقى هقول حساب النقدية بالصندوق والبنك في الجانب المدين. لو رديت البضاعة وانا كنت مشتري البضاعة ديت بالاجل يبقى هخفض حساب الدائنين. القيد دوت اسمه قيد اثبات مردودات المشتريات الاجلة. النقطة الثالثة بتتكلم على مسموحات المشتريات، وهي في القاعدة بتاعتها زي بالضبط مردودات المشتريات. يعني مردودات المشتريات بتخفض المشتريات، مسموحات المشتريات برضو بتخفض المشتريات. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ مردودات المشتريات يعني المشتري بيرجع البضاعة اللي فيها عيوب او غير مطابقة للمواصفات للبائع، بيرد البضاعة. اما مسموحات المشتريات فبدل ما المشتري يرجع البضاعة للبائع يطلب منه تخفيض في ثمن البضاعة. وعايزين بس نركز في الحتة دي، مهمة جدا. بنقول ايه؟ بنقول تخفيض مش خصم. يعني ايه؟ يعني انا لو مشتري بضاعة قيمتها 100,000 ريال ولقيت عيوب في البضاعة ديت، فانا بطلب من البائع انه بدل ما رجع البضاعة المعيبة يديني ايه؟ يديني تخفيض في قيمة البضاعة. يعني بدل ما ادفع 100,000 ريال ادفع 95، ادفع 90، ده كله متوقف على العيوب اللي موجودة في البضاعة. يبقى نقدر نقول هنا مسموحات المشتريات هي عبارة عن ايه؟ قد تقبل المنشأة المشترية الاحتفاظ بالبضاعة المعيبة او غير المطابقة للمواصفات في مقابل ان تحصل من البائع على ايه؟ على تخفيض في ثمن البضاعة المشترى. وهذا التخفيض في ثمن البضاعة المشترى يفتح له حساب مستقل يسمى حساب مسموحات المشتريات. طبيعة حساب مردودات المشتريات وحساب مسموحات المشتريات الاتنين طبيعتهم دائن. ليه؟ لانه مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات هما عبارة عن تخفيض لقيمة المشتريات. واحنا عارفين المشتريات طبيعتها مدين، لما خفضها تبقى دائن. بس هخفضها ازاي؟ هخفضها عن طريق حساب مردودات المشتريات وحساب مسموحات المشتريات. يبقى مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات الاتنين طبيعتهم دائن وراصدهم دايما دائن. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ مردودات المشتريات بضاعة يقوم المشتري بردها للبائع، اما مسموحات المشتريات ان المشتري
بيقبل ان هو يحتفظ بقيمة البضاعة في مقابل ان هو ياخد ايه؟ ياخد تخفيض على ثمن البضاعة. ازاي بيتم تسجيل مسموحات المشتريات في دفاتر المشتري؟ طبعا قيد الاثبات بيتوقف على طريقة شراء البضاعة. يعني انا لو مشتري البضاعة نقدا ودفعت ثمنها بالكامل الى البائع، ولما يكون البائع بيديني تخفيض، يعني معنى كده هيرجع لي جزء من قيمة البضاعة، في الحالة ديت هيدخل عندي حساب النقدية بالصندوق والبنك قيمة مردود مسموحات المشتريات. يبقى هيظهر في الجانب الايه؟ هيظهر في الجانب المدين. طب المبلغ دوت اللي دخل في الجانب المدين في حساب النقدية بالصندوق والبنك ده مقابل ايه؟ ده مقابل تخفيض انا خدته من البائع بدل ما ارد له البضاعة. طب التخفيض ده اسمه ايه؟ اسمه مسموحات المشتريات. يبقى يظهر في الجانب الدائن مسموحات المشتريات. يبقى القيد هنا اثبات مسموحات المشتريات النقدية. وحساب مسموحات المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته دائن، ولما خدت التخفيض البائع اداني القيمة نقدا يبقى حساب النقدية زاد، يظهر في الجانب المدين. طيب لو انا اشتريت البضاعة بالاجل او على الحساب، يعني معنى كده ان انا ما دفعتش قيمة البضاعة للبائع والبائع اداني تخفيض نتيجة عدم غض قيمة البضاعة المشترى اللي فيها عيوب. يبقى معنى كده في عندي ايه؟ في عندي مسموحات مشتريات. السؤال، هل انا كنت دافع قيمة البضاعة ديت؟ طبعا لا، لان انا كنت مشتريها بالايه؟ مشتريها بالاجل، وبالاجل معناه ان انا علي ديون للبائع. لما البائع يديني تخفيض في قيمة البضاعة المشترى، الدين اللي علي يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه نقص، ولما ينقص الدين يبقى في الجانب المدين. طب المبلغ دوت اللي احنا خفضنا بيه حساب الدائنين ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مسموحات المشتريات، تخفيض في قيمة البضاعة المشترى، ده في مقابل عدم غض البضاعة للبائع. يبقى نقدر نقول انه مسموحات المشتريات دايما بتظهر فين؟ بتظهر في الجانب الدائن، سواء كانت المشتريات دي كانت تمت نقدا او على الحساب. بس طبعا لو كان نقدا يبقى هيظهر حساب النقدية بالصندوق والبنك في الجانب المدين، لو كان على الحساب بيظهر حساب الدائنين في الجانب المدين. النقطة الرابعة بتتكلم على خصم الشراء. طبعا احنا عارفين انه عمليات الشراء ممكن المشتري نتيجة ان هو يشتري كمية كبيرة ممكن ياخد خصم من البائع. في حاجة تانية، لو دفع القيمة
في فترة بنقول عليها فترة الخصم، ممكن في الحالة دي ياخد خصم. يبقى نقدر نقول انه الخصم على المشتريات نوعين، خصم تجاري وده اسمه خصم الايه؟ خصم الكمية، والخصم الثاني اسمه الخصم النقدي، وده خصم تعجيل الدفع. يبقى نقدر نقول انه الخصم على المشتريات نوعين، خصم تجاري وخصم نقدي. ايه هو الخصم التجاري؟ احنا يمكن الخصم التجاري دوت يعني بنعمله كتير جدا في حياتنا لما نيجي نشتري. ازاي؟ انا النهاردة لما اجي اشتري تلاجة بسأل البائع هي قيمة التلاجة ديت كام؟ هيقول لي قيمة التلاجة مثلا 1000 ريال. اقول له لا، انا هشتريها ب900. السؤال هنا، اي واحد هيسألني يقول لي انت اشتريت التلاجة ديت، هقول له كام؟ هل هقول له 1000 ريال ولا هقول له 900؟ طبعا انا اشتريتها ودفعت 900، يبقى معنى كده تمن الشراء هو كام؟ 900 ريال. ده اسمه ايه الفرق دوت اللي هو 100 ريال؟ اسمه خصم ايه؟ خصم تجاري. طبعا في المنشآت التجارية كل ما بتشتري كميات اكبر كل ما تاخد خصم، اسمه خصم ايه؟ خصم تجاري. يبقى نقدر نقول ايه هو الخصم التجاري؟ هو الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري بهدف ترويج المبيعات. ومن اهم اشكال هذا الخصم هو خصم الكمية الذي يمنحه البائع للمشتري في حالة شراء كميات معينة، بحيث تزداد نسبة هذا الخصم كلما زادت الكمية المشتراة. يعني كل ما المشتري زود الكمية كل ما زاد الخصم التجاري. السؤال هنا، الخصم التجاري هل بيظهر في دفاتر المشتري؟ احنا يمكن من شوية اتكلمنا على مثال، قلنا اشترينا تلاجة هي تمنها المعلن 1000 ريال، ولكن انا اشتريتها بكام؟ اشتريتها ب900. اي حد هيسألني هقول له ب900. يبقى معنى كده الخصم التجاري دوت اللي انا خدته هل هيظهر عندي في الدفاتر؟ طبعا لا. يبقى معنى كده الخصم التجاري دايما لا يظهر في الدفاتر. وعلى فكرة في دفاتر المشتري وكمان في دفاتر البائع، يعني الخصم التجاري مش هيظهر في دفاتر المشتري وفي دفاتر البائع. ليه؟ حيث يتم تسجيل قيمة المشتريات بعد استبعاد قيمة الخصم التجاري منها، أي يتم تسجيل المشتريات بصافي قيمتها، ويحسب الخصم التجاري من القيمة حسب قوائم الأسعار المعلنة أو سعر الكتالوج. يعني يعني لما يجي البائع يديني الخصم أول حاجة بيرجع ليها قوائم الأسعار اللي موجودة عنده،
وبعد ما بيرجع لقوائم الأسعار يشوف هو ممكن يديني نسبة خصم كام. تعالوا كده مع بعض ناخد مثال. في 5/1 اشتغلت منشأة الأحمد التجارية بضاعة قيمتها 100,000 ريال حسب قائمة الأسعار الكتالوج. يعني هو عنده البضاعة دي مسجلة في قوائم الأسعار أو الكتالوجات اللي عنده، قيمتها كام؟ قيمتها 100,000 ريال. أنا اشتريت البضاعة دي بخصم تجاري 10% وقد سدد المستحق بشيك. يعني أنا اشتريت البضاعة ودفعت ثمنها فورا بشيك، بس خدت خصم ايه؟ خدت خصم تجاري 10%. والمطلوب تسجيل العملية السابقة في دفاتر منشأة الأحمد اللي هو المشتري. السؤال هنا، هي البضاعة اللي أنا اشتريتها قيمتها كام؟ قيمة البضاعة 100,000 ريال، بس 100,000 ريال ديت حسب قائمة الأسعار أو الكتالوج. طبعا أنا هاخد خصم 10%. تعالوا كده مع بعض نحسب الخصم دوت، الخصم الايه؟ التجاري. الخصم التجاري بيساوي ايه؟ قيمة البضاعة 100,000 في نسبة الخصم 10%، يعني معنى كده الخصم التجاري 10,000 ريال. يعني قيمة البضاعة 100,000 ريال، أنا هاخد خصم 10,000 ريال، يعني معنى كده صافي المشتريات 90,000. يعني السؤال هنا، قيمة البضاعة اللي أنا اشتريتها هل هي 100,000؟ طبعا بعد لما طرحت الخصم التجاري أقدر أقول إنه قيمة المشتريات 90,000. السؤال الثاني، هل الخصم التجاري هيظهر في الدفاتر؟ طبعا لا، لأن أنا هسجل المشتريات بالقيمة بعد الخصم. يبقى لما أجي هنا أسجل في دفتر اليومية هقول حساب المشتريات بكام المبلغ؟ قيمة المشتريات بعد الخصم التجاري قيمتها كام؟ قيمتها 90,000. يبقى هنا هتظهر قيمة المشتريات بمبلغ 90,000 ريال. وطبعا زي ما احنا عرفنا انه هيسدد القيمة بشيك، يعني حساب البنك هيحصل فيه نقص، ولما ينقص هيظهر في الجانب الدائن. يبقى هنا شرح القيد هو شراء بضاعة والحصول على خصم تجاري 10%. وطبعا القيد دوت كان بتاريخ 5/1. هل القيد دوت ظهر الخصم التجاري؟ طبعا الخصم التجاري لا يظهر في دفاتر المشتري والبائع. ليه؟ لأن القيمة، قيمة المشتريات بتظهر بعد الخصم. النوع الثاني من الخصم هو الخصم النقدي. يطلق على الخصم النقدي في دفاتر المشتري اسمه ايه؟ الخصم المكتسب. ليه؟ لان المشتري لما يدفع ثمن البضاعة وياخد خصم نتيجة تعجيل الدفع،
هنا في الحالة ديت الخصم دوت يعتبر بالنسبة له إيراد، عشان كده سميناه خصم إيه؟ خصم مكتسب إيراد. والخصم دوت يمنحه البائع للمشتري نظير قيام المشتري بالسداد المعجل خلال إيه؟ خلال مهلة الخصم. يعني معنى كده الخصم النقدي ليه مهلة. يعني على سبيل المثال البائع بيحط شرط في فاتورة البيع ان المشتري لو دفع قيمة البضاعة خلال 10 ايام هياخد خصم. يبقى معنى كده المشتري لو سدد خلال المهلة للـ10 ايام هياخد الخصم، والخصم دوت يعتبر بالنسبة له ايراد، عشان كده سميناه خصم ايه؟ خصم مكتسب. الخصم دوت هل هيظهر في الدفاتر؟ الخصم النقدي يظهر في الدفاتر. ليه؟ لان انا لو حصلت على الخصم دوت يعني معنى كده ان انا حققت ايراد. طيب ولو المهلة انتهت بدون الحصول على الخصم، يعني الـ10 ايام انتهت وما خدتش خصم، يعني معنى كده فيه مبالغ ضاعت عليا. عشان هنا لابد ان الخصم النقدي يظهر في الدفاتر. طب هيظهر في الدفاتر، في دفاتر المشتري هتسميه خصم ايه؟ خصم مكتسب. طبعا هنعرف الكلام دوت في دفاتر البائع لما نيجي نتكلم على المبيعات. يبقى الخصم النقدي يسمى في دفاتر المشتري بالخصم الايه؟ بالخصم المكتسب. واكتر من مرة قلنا الخصم ده يعتبر ايراد. والايراد طبيعته ايه؟ والايراد طبيعته دائن. يبقى معنى كده الخصم المكتسب، حساب الخصم المكتسب دائن لانه ايراد، ورصيده دائما دائن. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي يظهر الخصم المكتسب في الدفاتر. في 1/2/1435 اشترط منشأة الفتح بضاعة بالأجل من محلات الهدى قيمتها 40,000 ريال بخصم نقدي 5%. إذا إيه؟ إذا تم السداد خلال أسبوع من تاريخه. يعني هياخد الخصم 5% ده لو تم إيه؟ لو تم السداد خلال 7 أيام، أسبوع. أو سداد قيمة البضاعة كاملة، يعني يدفع الـ40,000 كلها خلال شهر من تاريخ البيع. يعني معنى كده ان منشأة الفتح اشترت من محلات الهدى بضاعة بمبلغ 40,000، لو سدد خلال اسبوع هياخد خصم كام في المية؟ هياخد خصم 5%. طيب ولو عدى الاسبوع يبقى هو قدامه 30 يوم، شهر يسدد فيه قيمة البضاعة، بس في الحالة ديت بدون خصم. يعني هيدفع الايه؟ هيدفع المبلغ كله بالكامل 40,000. في فاتورة المشتري
في فاتورة البائع، بدل ما يذكر خصم نقدي 5% إذا تم السداد خلال أسبوع من تاريخه، أو سداد قيمة البضاعة كاملة خلال شهر من تاريخ البيع، ممكن يكتب الشرط دوت. الشرط ده عبارة عن إيه؟ 5/7/30 يوم. ده معناه إيه؟ معناها الخمسة ديت اللي هو الخصم النقدي، يعني الرقم الأول دوت هو عبارة عن قيمة الخصم النقدي، كم في المية؟ 5%. والسبعة ديت هي المهلة، مهلة السداد 7 أيام. بس الفترة كلها اللي مفروض المشتري يسدد فيها قيمة البضاعة هي كام؟ هي 30 يوم. اشترت منشأة الفتح في يوم كام؟ في 1/2. في يوم 7/2/1435 سددت منشأة الفتح المستحق عليها لمحلات الهدى بشيك. عايزين نسجل العمليات ديت في دفاتر يومية منشأة الفتح اللي هو المشتري. السؤال هنا، هل منشأة الفتح دفعت خلال المهلة؟ طبعا المهلة المحددة هي كام؟ 7 أيام، وهو فعلا يوم 7/2، يعني خلال 7 أيام سدد قيمة البضاعة. يبقى في الحالة ديت يستحق ايه؟ يستحق خصم نقدي كم في المية؟ 5%. تعالوا كده مع بعض ازاي نسجل في دفاتر يومية منشأة الفتح اللي هو المشتري. القيد الأول اللي هو بتاريخ 1/2. طبعا احنا في يوم 1/2 اشترينا بضاعة من محلات الهدى بمبلغ 40,000 ريال. يبقى حساب المشتريات هيظهر بكام؟ هيظهر ب40,000 ريال. واحنا عارفين ان حساب المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته مدين. ادي ظهر في الجانب المدين ب40,000. طيب السؤال هنا، هل انا دفعت المبلغ دوت يوم 1/2؟ طبعا لا. ليه؟ لانه بيقول لي لو هتدفع خلال 7 ايام هدي لك ايه؟ هدي لك خصم 5%. يبقى معنى الكلام دوت ان انا ما دفعتش. يبقى معنى كده ال40,000 ديت تعتبر ايه؟ تعتبر دين على المنشأة لمحلات الهدى. دين على المنشأة يعني عندي حساب اسمه حساب الايه؟ حساب الدائنين محلات الهدى. مهم جدا وانا بكتب حساب الدائنين اكتب جنبها اسم الشركة اللي انا اشتريت منها. العملية دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن شراء بضاعة على الحساب من محلات الهدى. في 7/2 قامت منشأة الفتح بسداد قيمة المشتريات. طبعا احنا عرفنا من القيد الاول انه كان المبلغ المشتريات 40,000، ده بيعتبر دين على منشأة الفتح لمحلات الهدى. وفتحنا حساب اسمه حساب الدائنين، المشتريات مدينة وحساب الدائنين في الجانب الدائن. انا النهاردة يوم 7/2 هسدد المبلغ دوت لمحلات الهدى. يبقى الدين اللي عليا هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه نقص. حساب الدائنون
هنا في القيد دائن، لما سدده هيظهر في الجانب الايه؟ هيظهر في الجانب المدين بكام المبلغ؟ 40,000. انا في الدفاتر بتاعتي، في دفاتر المشتري، هسدد 40,000، ولكن هل هدفع فعلا 40,000؟ طبعا احنا عرفنا انه محلات الهدى هتدينا خصم 5% لو احنا دفعنا خلال مهلة 7 ايام، وانا فعلا دفعت خلال المهلة، يبقى معنى كده استحق خصم. طب الخصم ده اسمه ايه؟ اسمه الخصم المكتسب. واحنا عارفين انه الخصم المكتسب دوت يعتبر بالنسبة لي إيغاض، والإيغاض طبيعته دائم، يبقى نقدر نقول إنه الخصم المكتسب هيظهر في الجانب الدائم. طب كام المبلغ؟ البضاعة تمنها 40,000 ونسبة الخصم المكتسب 5%، يعني معنى كده قيمة الخصم المكتسب 2,000 ريال. انا الدين اللي عليا كله كام؟ الدين اللي عليا 40,000، خدت خصم مكتسب، ده يعتبر بالنسبة لي ايغاض، لان انا سددت في المهلة المحددة، يبقى انا هسدد كام عن طريق البنك؟ الباقي. الباقي كام؟ 38,000. 40,000 نطرح منها 2,000 ريال، هيتبقى معانا 38,000، هم دول اللي هيتم سددهم عن طريق البنك. يبقى انا بقى هنا نتيجة ان انا دفعت خلال المهلة المحددة حصلت على ايه؟ حصلت على خصم 2,000 ريال. الخصم ده اسمه خصم ايه؟ خصم نقدي. في دفاتر المشتري يسمى خصم مكتسب. السؤال هنا، هل ظهر في الدفاتر؟ ظهر في دفاتر المشتري، يظهر الخصم النقدي في الجانب الدائن، لانه يعتبر ايه؟ يعتبر ايغاض. يبقى معنى كده الدين اللي عليا اللي هو قيمته كام؟ قيمته 40,000، سددت عن طريق البنك 38,000، وخدت خصم نقدي، خصم مكتسب 2,000 ريال. تعالوا كنا نشوف بعض الملاحظات. والملحوظة الأولى بتقول إيه؟ في حالة السداد بعد انتهاء مهلة الخصم، يعني إيه؟ يعني مهلة الخصم في المثال 7 أيام. طب لو أنا دفعت قيمة البضاعة بعد انتهاء المهلة، في الحالة دي هل يحق لي الخصم؟ طبعا لا. يبقى في الحالة دي هيتم سداد قيمة البضاعة بالكامل. تعالوا كده مع بعض ناخد المثال. بيقول لي في 10/2/1435 سددت منشأة الفتح المستحق عليها لمحلات الهدى بشيك. طبعا المثال ده استكمال للمثال السابق. في المثال السابق كانت منشأة الفتح اشترت بضاعة من محلات الهدى بمبلغ 40,000 ريال، وديتها مهلة 7 أيام للحصول على خصم. هنا عملية الدفع أو السداد يوم كام؟ 10/2، يعني معنى كده تم السداد بعد المهلة المحددة. يبقى في الحالة دي مش هسدد قيمة البضاعة بخصم، لا، هسدد قيمة البضاعة بالكامل 40,000. يبقى في هذه الحالة سوف يتم سداد
المبلغ بالكامل، أي بدون إيه؟ أي بدون خصم، لانتهاء مهلة الخصم المتفق عليها وهي 7 أيام من تاريخ الإيه؟ من تاريخ الشراء. وطبعا كان تاريخ الشراء يوم 1/2، طبعا من يوم 1/2 وتم السداد يوم 10/2، يعني معنى كده انتهت المهلة ليها 7 أيام. السؤال هنا هدفع القيمة بالكامل، يعني هدفع 40,000، يبقى حاجة أقول هنا حساب الدائنين 40,000، حساب البنك 40,000، يبقى هنا ظهر حساب البنك بالقيمة بالكامل، السداد بعد مهلة الخصم، يبقى السداد هنا بقيمة المبلغ بالكامل. عشان كده بنقول انه لازم الخصم النقدي اللي هو الخصم المكتسب في دفاتر المشتري يظهر في الدفاتر، لانه هنا في القيد دوت معناه انه الشركة ديت او منشأة الفتح قدرت انها تسدد قيمة البضاعة وتحقق خصم مكتسب ايراد 2000 ريال. وهنا ده معناه القدة ان المنشأة سددت بعد المهلة وما قدرتش انها تحقق اي مكاسب نتيجة السداد خلال الفترة المحددة للخصم. ده معناه كده نقدر نقول انه يكون اهمال من الادارة انها عجزت عن انها تسدد قيمة البضاعة خلال المهلة المحددة 7 أيام والحصول على الخصم. تعالوا كده نشوف مع بعض الملحوظة رقم 2 وهي بتتكلم على الخصم النقدي اللي هو الخصم المكتسب، وده بيعتبر إيراد بالنسبة للمشتري، عشان كده هيظهر ضمن الإيرادات. الملحوظة الثالثة بتتكلم على انه يتم ذكر شروط الخصم النقدي اللي هو الخصم الايه؟ المكتسب بالفاتورة بالشكل التالي. يعني هنا لو ظهر معايا الشكل دوت في فاتورة البائع، ده معناه ايه؟ اللي هو 5/7/30 يوم، لانه مفروض طبعا انه عمليات البيع وشراء البضاعة، يبقى قيمة السداد خلال ايام او شهور. طب معنى الشكل ده ايه؟ 5/7/30 يوم. 5 ديت هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن النسبة المئوية للخصم النقدي. يعني الخصم النقدي كم في المية؟ 5%. طب والسبعة معناها المهلة الممنوحة بالأيام اعتبارا من تاريخ الشراء والتي يمكن خلالها الحصول على الخصم. يعني خلال 7 أيام ممكن المشتري يحصل على الخصم اللي هو كم في المية؟ 5% لو سدد خلال 7 أيام. طب المهلة المحددة ككل أو فترة الائتمان، يعني البائع ممكن يضمن المشتري في سداد قيمة البضاعة خلال كم يوم؟ خلال فترة الائتمان. فترة الائتمان ديت هي عبارة عن ايه؟ الفترة اللي بيضمن فيها البائع المشتري، والفترة ديت هي عبارة عن كم يوم؟ 30 يوم. اي ان اخر موعد لسداد
إجمالي القيمة بدون خصم هو 30 يوم. الملحوظة رقم 4 بيقول لي في حالة وجود خصم تجاري وخصم نقدي، يعني الاثنين، يتم حساب قيمة الخصم التجاري أولا وخصمها من قيمة المشتريات، ثم بعد ذلك يتم حساب الخصم النقدي من باقي القيمة. يعني لو أنا كان عندي في التمرين نوعين الخصم، الخصم التجاري والخصم الايه؟ النقدي، يبقى أبدأ الأول بإيه؟ أبدأ بالخصم التجاري وطلع قيمة البضاعة المشتراة بعد استبعاد قيمة الخصم التجاري، وبعد كده أحسب الخصم الايه؟ الخصم النقدي من باقي القيم. مثال: في 1/3 1435 اشترت منشأة الفتح بضاعة بالأجل من محلات الهدى قيمتها 50,000 ريال بخصم تجاري 10% وبشروط 4/10/30 يوم. معناها ايه؟ معناها انه الخصم النقدي 4% اذا تم السداد خلال كم يوم؟ خلال 10 ايام، بس الفترة الائتمان اللي بيضمن فيها البائع المشتري الفترة ككل 30 يوم. معناها اي خصم نقدي 4% اذا تم السداد خلال 10 ايام من تاريخه، اللي هو تاريخ الايه؟ تاريخ الشراء، او سداد اجمالي القيمة المستحقة خلال 30 يوم من تاريخ الشراء. طبعا المفروض ان انا لما اقول كده 4/10/30 يوم يبقى مفروض ان انا مذكرش الكلام اللي بعد كده، لانه معروف انه 4 يعني الخصم النقدي 4%، والعشرة معناها ان المهلة المحددة للخصم هي 10 ايام، والتلاتين هي فترة الائتمان. في 8/3 سددت منشأة الفتح المستحق عليها لمحلات الهدى نقدا. السؤال هنا الشراء تم امتى؟ منشأة الفتح اشترت يوم 1/3 ودفعت يوم 8/3، يعني معنى كده سددت قيمة البضاعة خلال 10 ايام. يعني معنى كده تستحق ايه؟ تستحق خصم نقدي 4%. بس السؤال دوت في نوعين من الخصم، خصم تجاري 10% وخصم نقدي 4%، والمطلوب تسجيل العمليات السابقة في دفاتر يومية منشأة الفتح اللي هو المشتري. تعالوا كده مع بعض قبل ما نعمل قيود اليومية نحسب الخصم التجاري. هو قيمة البضاعة طبقا لقوائم الأسعار 50,000، وأنا كمشتري خدت خصم تجاري 10%، يعني 50,000 في 10% يعني 5,000، يبقى
قيمة البضاعة اللي أنا اشتريتها عبارة عن 50,000 وأطرح منها الخصم التجاري، يعني قيمتها كام؟ 45,000. يبقى نقدر نقول صافي قيمة البضاعة بعد الخصم التجاري، قيمة البضاعة 50,000 والخصم التجاري 5,000، واحنا عرفنا انه الخصم التجاري لا يظهر في الدفاتر، يعني اللي بيظهر في الدفاتر قيمة البضاعة بعد الخصم التجاري. كام المبلغ؟ 45,000. 50,000 ناقص الخصم التجاري 5,000، يبقى قيمة البضاعة بعد الخصم التجاري 45,000. يبقى أنا هنا لو عايز أسجل قيمة المشتريات نعمل القيد كده بالشكل دوت. هقول حساب الكلام دوت في دفاتر مين؟ في دفاتر منشأة الفتح المشتري، حساب المشتريات مدين بكام القيمة؟ 45,000 بعد الخصم التجاري. وطبعا انا ما دفعتش القيمة، يعتبر المبلغ دوت دين على المنشأة للغير اللي هي محلات ايه؟ محلات الهدى. يبقى القيد الاول حساب المشتريات 45,000، حساب الدائنين 45,000، الكلام دوت يوم 1/3/1435. شراء بضاعة على الحساب من محلات الهدى. طيب النقطة اللي بعد كده، هسدد قيمة البضاعة يوم 8/3، يعني معنى كده خلال المهلة المحددة للخصم. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي يتم حساب الخصم النقدي. يبقى عايزين نأكد على انه الخصم التجاري ما ظهرش في الدفاتر، مش هيظهر في دفاتر البائع او في دفاتر المشتري. اللي بيظهر دايما قيمة البضاعة بعد الخصم التجاري. طيب السداد تم يوم 8/3، اي خلال المهلة المحددة، وبالتالي تستفيد منشأة الفتح اللي هي تعتبر المشتري من الخصم النقدي، والخصم دوت اسمه الخصم المكتسب. طب الخصم النقدي دوت او الخصم المكتسب هيحسب على قيمة ايه؟ على قيمة البضاعة بعد الخصم التجاري اللي هو كام؟ 45,000. دلوقتي قيمة البضاعة اللي انا مشتريها بعد الخصم التجاري قيمتها كام؟ 45,000. يبقى لما اجي احسب الخصم النقدي احسبه على كام؟ احسبه على 45,000. وطبعا الخصم 4%، يبقى 45,000 في 4% 1,800 ريال، يبقى الخصم النقدي 1,800. يبقى معنى كده انا هسدد لمحلات الهدى 45,000، بس هشيل منها كام؟ هشيل منها 1,800 اللي هو الخصم الايه؟ النقدي او المكتسب. يبقى نقدر نقول ان القيمة التي سيتم سددها لمحلات الهدى نقدا 45,000، هطرح منها 1,800، يبقى معايا هنا 43,200. تعالوا كده نشوف مع بعض القيد في دفاتر منشأة الفتح. طبعا القيد الاول انا اشتريت بضاعة قيمتها 45,000 ريال، يبقى حساب المشتريات مدين ب 45,000،
وحساب الدائنين في الجانب الدائن 45,000. يبقى انا عليا لمحلات الهدى مبلغ 45,000. الدين اللي عليا دوت يوم 8/3 هسدده. يبقى الدين او حساب الدائنون في الجانب الدائن 45,000. هيظهر هنا طالما هيتم سداده هيحصل نقص في حساب الدائنين 45,000. حساب الدائنين طبيعته دائن، لما ينقص يظهر في الجانب المدين. بس هل فعلا انا هدفع لمحلات الهدى 45,000؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا دفعت خلال المهلة. يبقى في الحالة ديت هحصل على خصم، والخصم دوت يعتبر بالنسبة لي اسمه خصم ايه؟ خصم مكتسب، ايغاد. والايغاد يظهر في الجانب الايه؟ يظهر في الجانب الدائن. يبقى ادي في عندي اهو في الجانب الدائن 1800 ريال. الخصم الايه؟ الخصم المكتسب. يبقى معنى كده ال 45,000 انا هاخد خصم مكتسب ايغاد بالنسبة لي كمشتري 1800، وهدفع 43,200 اللي هو الباقي من الصندوق. الخصم المكتسب انا حسبته على قيمة المشتريات، اللي هو قيمة المشتريات ديت اللي هي بعد ايه؟ بعد الخصم التجاري. يبقى 45,000 في 4% اللي هي قيمة الخصم المكتسب هيساوي 1800. طبعا هنا في الحالة ديت ال 45,000 هاخد خصم تجاري، خصم مكتسب 1800، يبقى الباقي هيتم سداده من الصندوق 43,200. القيد دوت لانه تم السداد خلال فترة الايه؟ فترة الخصم. طبعا لو تم السداد بعد فترة الخصم يبقى هدفع الايه؟ هدفع المبلغ كله بالكامل اللي هو كام؟ 45,000. يبقى احنا نقدر نلخص محاضرة النهاردة ان احنا اتكلمنا على المنشأة التجارية، وعرفنا في المنشأة التجارية انه في عمليتين بتتم، عمليات شراء بضاعة وإعادة بيع البضاعة ديت للغير وتحقيق ربح. وأكدنا على بعض الحسابات، وقلنا انه حساب المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته مدين لانه مصروف. وحساب مردودات المشتريات طبيعته دائن. وحساب مسموحات المشتريات طبيعته دائن. وفرقنا بين المردودات المشتريات ومسموحات المشتريات. الفرق هو ايه؟ مردودات المشتريات المشتري بيرجع البضاعة للبائع، اما مسموحات المشتريات فبدل ما يرجع البضاعة للبائع بياخد تخفيض في قيمة البضاعة المشترى. يبقى المردودات المشتريات، مسموحات المشتريات، الاتنين طبيعتهم دائن. وكلمنا بعد كده على الخصم، وقلنا ان احنا في عندنا نوعين من الخصم، الخصم التجاري والخصم النقدي. والخصم التجاري ده خصم على سعر الكتالوج او قوائم الاسعار، والخصم دوت لا يظهر في دفاتر المشتري والبائع.
أما الخصم اللي بيظهر في دفاتر المشتري هو الخصم النقدي، وقلنا عليه الخصم المكتسب. ليه؟ لأنه دوت يعتبر بالنسبة للمشتري إيراد، وطبعا عرفنا أنه الخصم دوت بيتم الحصول عليه لو تم السداد خلال المهلة المحددة للدفع. يعني بعد المهلة المحددة للسداد، في الحالة دي المشتري لا يحصل على الخصم النقدي أو الخصم المكتسب. طبعا موضوع المنشأة التجارية ده موضوع طويل، هياخد معانا أكتر من محاضرة. إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية نستكمل الموضوع بتاعنا اللي هو بيتكلم على المنشأة التجارية. وفي نهاية المحاضرة تمنيات الطيبة إن أنتوا ربنا يوفقكم بإذن الله في الاختبار الفصلي، وإن شاء الله في الاختبار النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.